عمل بكلية البراق الذي هو بالمقدمة، أيضا بيشتغل الآن بالتهبيط ويمشي قدما باتجاه التبة الذي أمامها الشعب والمدرجات الزراعية باتجاه ظهر السودان. الآن فوق البنشات الذي قد عمل بإصلاحهم في يوم أمس وقبله، وهذا البوكلين الثاني في عند التبة بيوسع الآن إلى الداخل. هنا باتجاه محاجر سعيد الطريق طبعا بيكون مكانها هنا بالداخل، تمشي ثاني في مقابل البوكلين الذي هو حق البراق الآن باتجاه ظهر السدان.